معجب بالمصنع. كويس حلو. انا كمان بفكر ان انا وانتي نتشارك فيه، ايه رايك؟ بفكر وبشوف. سوري معلش، رساله بس اشوفها. اتفضل. هاي يا فندم، يا رب يكون المصنع عجب حضرتك. ايه حلو كتير. لا يا فندم، احنا عندنا كمان عماله مدربه على اعلى مستوى، ده غير المعدات الحديثه يا فندم، وان شاء الله مصنع قريب باذن الله. كتير. وين بتشوفوا الماكينات؟ احنا بنستورده من المانيا يا فندم، وده احسن مكان بيجيب منه مكان. عشان فندم بقول ايه، ممكن دقيقة لو سمحت؟ ها دردش معاك بس شوية. خليكن خلي. بص يا دينا، انا حاسس ان المكان اللي هو بيقول عليه احدث حاجة ده مش احدث حاجة ولا حاجة. بعدين مش عارف ليه زي ما بيقولوا عندنا في مصر كده قلب مقبول، حاسس ان في حاجة. بس كيف هو بيقول انه احدث ماكينات على مستوى العالم، وانت كنت من شوي معجب بالمصنع؟ مش عارف قلبي اتقبض فجأة كده. بصي انا طول عمري بتعامل باحساسي بيني وبين ربنا عمار، اللي بحسه بيطلع صح، فانا حاسس ان في حاجه غلط. بقول لك ايه، هتيجي نقعد في العربيه في التكييف شويه، يمكن الشمس والحر مش مخليني عارف اعبر لك، يعني يمكن لما نقعد ونهدى في التكييف اعرف اقول لك اللي جوايا. ها تعالي تعالي. تفضل. نحن رح نمشي؟ هنلف شوي كده لفة صغيرة بالعربية. انت كتير غريب، انا مو فاهمتك. لوين بدنا نروح؟ بدنا ناخد روحك يا روح امك. امال انتوا لازمه اهاليكوا ايه؟ لازمه اهاليكوا ايه؟ طول بالك يا كبداكي. اهدى، خلينا نفكر بعقلنا، الامور ما تتخذ بالطريقه هذه. امال تتخذ ازاي يا شيخ جاسم؟ مش انت اللي قايل لي عندك مصنع وانك مسيطر؟ تتخذ من قدام عينيكوا كده عادي؟ هو قد ايه واحد راجعين يا فندم؟ هتصل بنادر بيه وبلغه يا فندم. كلمه في السكه، يلا كله على ربيته، طيران ورا مروان يمكن نلحقه. بسرعه، وانت اخذ سيارتي واسمع، اي شيء تحتاج اتصل فيني انا تحت امرك، واذا لقيت الاخت كوريا اخذها واتصل فيني. متشكر شيخ جاسم. العفو، مع السلامه. لا يا سوق، انت فين؟ طب اجهز، انا هعدي عليك دلوقتي حالا، فهمك لما اجي. يلا سلام. يعني مفيش طريقه ان احنا نرجع فلوس هايدي غير ان كوريا تنصب على مروان؟ ما تقولش تنصب يا بابي، دي فلوسنا، بعدين مروان هو النصاب والحرامي. بس انا قلقانه قوي على كوريا نادر. ما تقلقيش يا هايدي، قولي الحمد لله ان احنا نجحنا في نص الخطه الاولاني، وانت خدتي براءتك. النص اللي جاي اسهل بكتير، وانا متابع مع البودي جاردات. بعدين ما تنسيش ابراهيم معاها، يعني هي مش لوحدها، فما تقلقيش. الو، ايه مروان خطفها؟ داكي دكر. دكر انت يا بت، مين اللي زقك عليا؟ ها انت عارف انا خسرت كام؟ 25 مليون. دول ولا حاجه قصاد ان انا اعرف مين ولاد الكلب اللي زقينك عليا. ها قول يا بنت،
قولي وانا نغنغك، انت فاهمه؟ هنغنغك وخليكي تعيشي العيشه اللي امك حتى ما تحلملكيش بيها. انطقي وقولي. كده تلف على خلقه ربنا. الله يسامحك، الله يسامحك. انطقي يا بت، انطقي. انا هتحرك فورا واعمل تحريات عن كل علاقات ومعارف مروان، واكيد هو مش هيتحرك في دايره اوسع من كده. لا يا علاء، احنا محتاجين نتحرك اسرع من كده. انا كلمتك النهارده عشان انت اكتر واحد ممكن يساعدنا نوفر الوقت. ده وقت التحريات على بيه، مش وقته خالص. الراجل اللي اسمه مروان ده راجل واعي، واكل مال البلد، مش بعيد يتاوي كوريا ويقتلها عشان خاطر ابيه. يا محامي يا كبير، اتصرف لنا في كوريا هتموت من بين ايدينا. انا عارفه حد يعرف كل تحركاته والحاجات اللي هو بيعملها، بس مش عارفه اخليه يتكلم ازاي. مين هو؟ المحامي بتاعه ماجد. ده راجل معبده ودينه الفلوس، بس انا اعرف اجيبه ازاي. انا هفهمه ان انا عايزه يمسك شغلي وهديله اللي هو عاوزه، هيجي على مالا وشه. ايدك الباكن، اول مره اشوفك كده يا صاحبي. اهدى يا سوكا، دي كوريا، انت جننت. خلاص نتصل بعم شكري ونطب على السيد عيد هي وابوها، ومن الاخر كده الموضوع يخصهم. اكلم عم شكري اقول له عم شكري انا عويل وبنت اختك اتخطفت مني. انا لا هكلم شكري ولا هروح لهايد. امال هتروح فين بس؟ هنروح للاجواب. الو، انا جوانا حبيبه قلبي، انت فين؟ الله يخرب بيت امك. يعني مروان رجع مصر ورجع الفلوس البنك؟ والله دي اخر حاجه الواحد كان ممكن يحلم بيها. ابتدينا بقى الاستهبال والاستعباط. بقولك انا جوان، انجزي في ليله اهلك السودا دي. عليا النعمه، لو مروان قلب عقله مع كوريا مش هتكفيني فيها رقبه. الله، وانا اعمل لكم ايه؟ ما تروحوا تدوروا عليه، انا مش عارفني مكانه فين. طب بص يا بنت الحلال، انا استجدعت معاكي مرتين قبل كده، مره لما اديت دم لامك ومره تانية لما رجعتك من الغربه. هتستوسخي هعمل معاكي اللي ما عملوش مروان. بص يا مزه، احنا مش عايزين لك اذى ولا عايزين لك شر، ومن الاخر كده انت عارفه مروان بيروح فين ويجي منين. ومن الاخر يا بنت الحلال، انت هتنقذي روح ماشي ولا مش ماشي؟ ولا خلي كبدك يخلي وشك زي وكلت البلح؟ ما تنجزي يا بت. بص يا ابراهيم، مروان كان عنده شقة في 6 أكتوبر، بقاله كتير مش بيروحها، وبعدين محدش يعرف أي حاجة عن الشقة دي، يعني أكيد مخبي قريبتكوا هناك. أنا هكتب لكم الموبايل. يلا سوق. يلا يا بنات قوموا عشان نلبس. يلا يلا حبيبتي بسرعه. طب والله العظيم يا استاذه، انا ما اعرف اي حاجه عن الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. مكان سري ومروان بيمس خبي فيه؟ لا 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 لا، ده كلام غريب جدا عليا. وبعدين انا محامي مش سكرتيرة مروان بيه. انت بتقول ايه يا استاذ ماجد؟ انت اكتر واحد يعرف كل حاجه عن مروان. انا كنت مراته وبقول لك انت كنت تعرف عنه حاجات انا شخصيا ما اعرفهاش. ما تتكلم يا ماجد، الحكايه مش ناقصه لعيبك دي. ما يصحش كده يا استاذ ابو طالب. يا ماجد بيه، انا ضابط مباحث ودكتور نادر استاذ في القانون. لو انت اتسترت على مروان وحصل لكوريا حاجه هتبقى مشاركه في جريمته. لا انا كده بقى لازم امشي، انا مش هسمح بالاتهامات وان الكلام يوصل للمستوى ده ابدا. لا ده انت كده بقى يبقى نويتها النهارده. طلع تليفونك. لا انا مش هسمح. طلع تليفونك. افتح التليفون ده هايدي وشوف المكالمات اللي فيه. هو مكلم مروان امبارح بالليل. شفت؟ يعني انا ما اعرفش عنه اي حاجه. استنى استنى، ده في واتساب بعتها له مروان، بعت له فيها صوره كوريا، بيقول له هي دي، بيقول له اه. ده انت بقى اللي قايله على كوريا. طب والله العظيم ما اعرف اي حاجه. ده مروان بيه قال لي اراقب هايدي هانم وابوها، وبعدين قلت له دي معاها واحده حلوه قوي، قال لي تعرفها؟ قلت له لا، راح بعت لي صورتها وقال لي هي دي، قلت له اه هي دي. ما اعرفش اكتر من كده ولا اعرف عنه اي حاجه تاني. لو حصل لها حاجه هتبقى مشاركه في جريمته. يا بيه احب على قدك يا بيه،
عشان خاطر دهبك، عشان خاطر دهبك كوريا حتموت من دينا. قول لنا مكانه فين ونبت صالح بأي حاجة. ما أنا ما أقدرش أقول لكم على أي حاجة. أنا ليا نص مليون جنيه عند مروان، ولو قلت لكم على أي حاجة مش هشوف. أنا هدي لك شيك بنص مليون جنيه تقول لنا فين مروان. يا بنت الكلب بتدينا العنوان غلط، إما تويت اللي جابوها. اسمع كلامي يا صاحبي، احنا نطب على الست هيدا هي وابوها، ومن الاخر كده نجوان دي شمال الشمال. ماشي. السلام عليكم. ازيك يا عمي؟ خشوا يا بنات. نجوان انت اللي جابك، انت ليك عين تورينا وشك تاني؟ معلش يا عمي انا اسفه على اللي حصل كله، وبعدين نفسي حضرتك لو تقول لهايدي ان انا بجد اسفه، ويا ريت لو تسامحني. هو ايه اللي اسف؟ انت دلقت شاي على مكتبها؟ ده انت دمرت لنا حياتها كلها، وليك وش تيجي تفضلي هاني مع السلامه. يلا. حاضر يا عمي، مش هتشوف وشي تاني، بس انا جيت النهارده عشان اسيب لك اخواتي هنا. خد مين واحنا اللي خلفناهم؟ اصلا انا مش هعرف الاقي حد امنه عليهم غيركم. بابا راح اتجوز واحده تانية بعد ما امي ماتت، وانا طبعا مش هعرف اسيبهم عندهم، ولا هعرف اشيل مسؤوليتهم لوحدي. يا ست امك الله يرحمها، احنا ما نجيبش عيال هنا ولا نشجع بيهم خالص، فضل خدي اخواتك واتكل على الله. البنات دول وصيه امي الله يرحمها اللي كانت بتخدمكم طول عمرها، وبعدين ده هي ماتت حتى من زعلها على هايدي. عموما يا عمي انا عرفت ان مروان رجع مصر، وهروح انا اقعد عنده، لان وانا وهو سكتنا واحده، وهسيب البنات عندك امانه. يا ريت لو تخلي بالك منهم يا عمي. خلي بالما خد اخواتك دول واتكل على الله. يلا اطلعوا على فين. يلا تعبت تنزل زين من هنا. باي يا عم. يا سيد باي باي يا عم، ما تنساش تسلم على هايدي وتقول لها تسامحني. انت تعالى يا بنت. بقول لك يا جداكي، هي دي الفيلا؟ مش عارف شكلها كده. بقول لك ايه؟ اركن ننزل نسأل. اركن هنا. ما تضيعش وقت، كوريا في دي اللي ما يرحمهاش. اسمع مني، اخر سكه البيت في دي مروان. اركب يلا. خلاص انا وقفني. كوريا جوه يا سوق. الله اعلم كداب، كان جاي عشان اي حوار. اسمع لك كوريا جوه. مروان جوه يا بنت؟ معرفش. ردي عليا، مروان جوه؟ هو انت برايبني ولا ايه؟ مروان فين؟ معرفش. طب خليها معاك يا سوكا بقى لغايه ما نعرف. تعالى يا اموره معايا. سيب انت، اوعى اوعى. بس تتكلمي لو اتكلمتي لبغصتك وشي خليك زي وشي. يو بس يا بنت. آسف يا ديما هانم، آسف. معلش معلش آسف. وليه دي بقى كده؟ هنفضل باصين لبعض كتير؟ تعرف إبراهيم كبداكي منين؟ تعرف الواد ابن بطن البقرة ده منين؟ يا بت انتي ايه؟ ما بتخافيش؟ ها؟ أنا ما بخافش إلا من اللي خلقني. منك لله. منك ايه؟ لله. كوريا! مكانك يا كبداكي. كويسة يا بت. الله 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 الله، ده انتوا طلعتوا معرفة قديمة بقى. ما هي دخلة الشاطر حسن دي عشان ينقذ ست الحزن، تبقى الحتة بتاعته. يلا حبيبي.
يلا عشان تموت جنب احد. يلا بص يا مروان، انا هاخد كوريا وهنخرج بيها. قديم قوي الفيلم ده. تروحي معايا يا ولد؟ امشي ماشي. الف سلام عليك يا كوري. وانت مالك يا صاحبي؟ ايه ده؟ ايه الدم ده؟ الف الف سلام عليك. خلاص مالك يا حبيب قلبي؟ مالك يا كوري؟ خلاص مفيش حاجه. خلاص في ايه يا كبداكي؟ خرجنا. انت طمنا عليك بس. ايه الدم دوت؟ كوريا كوريا الحمد لله على السلامه يا كوريا. الحمد لله على السلامه. كويسه؟ الحمد لله على السلامه. مروان مروان اجوان اجوان. شفتي بتلفي تلفي وترجعي لي زي القرش الممسوح. روح روح هاتي لي دكتور بسرعه. انت ايه؟ ايه كل اللي عملته فيا؟ انت مش مكفيك كل اللي عملته فيا؟ لسه بتعمرني؟ انت فاكر نفسك ايه يا مروان؟ ها؟ انا مش هجيب لك الاسعاف، هسيبك تموت اقرب اقرب عشان كل اللي عملته فيا وعملته في ماما وكل في الناس. روحي هاتي للدكتور بسرعه. مش هجيب لك دكتور. يلا انت بتاعي انا يا مروان، ومحدش هيقتلك غيري. انت فاهمني؟ محدش هيقتلك غيري. نبنا صعبانين عليا الايام دول. امهم ماتت وابوهم رميهم واختهم هيتحكم عليها بالاعدام. ما بلومش حد الا ربنا وانتو. بس انا مبسوطه ببابا قوي، زي ما يكون لقى روحه فيهم، بيقضي معاهم اليوم كله لدرجه ان انا بقيت اغير منهم. طيب اقوم انا بقى لم هدومي والبس على ما اخلي شكري يجي عشان نروح نشوف الشقه الجديده اللي جابها لنا في الحار. وانا هعدي عليكي بكره بدري، نبصت على المحل اللي انتي قافلاه، نشوف بقى هنوضبه ازاي وهنعمل فيه ايه. لازم نبتدي نشتغل. والنبي انا ملدد عليا نزولك للحاره وشغلك فيها من تاني. كان نفسي ارجع لك فلوسك كلها على دايره المليل. انت جبتي لي البراءه اللي اهم من الفلوس، وبعدين انا مش عايزه اروح الحاره عشان الشغل. لو على الشغل بابي او نادر ممكن يلاقوا لي شغل في اي حته. انا عايزه ارجع الحاره عشانك، وعشان انا حبيت المكان وعايزه اديه زي ما اداني. ماشي يا جول. السلام عليكم. ازيك يا كوريا؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا يا نادر. ازيك يا هايدي؟ الحمد لله. ابو طالب بيه ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا. ليك وحشة والنبي يا دكتور. دكتور تانية. هو انت ما بتتعلميش مني حاجة يا كوريا؟ يا اخويا فكك مني بقى، مش الفيلم خلص خلاص؟ لا لسه ما خلص. يعني يعني هايدي هانم تحب الفلوس بتاعتك تتحول على انهي حساب؟
ولا تحبي تصرفيهم كاش؟ ولو اني اشك ان المبلغ كبير شويه. فلوس ايه؟ انا مش فاهمه حاجه يا نادر. فلوسك اللي مروان نصب عليكي فيها ال 25 مليون دولار مالهم؟ تحبوا تاخدوها ازاي؟ ناخدها ازاي يعني ايه؟ اذا كان مروان مات ومالوش ورثه والفلوس دي المفروض تروح للدوله، ده لو اليونان اصلا افرجت عنها. الكلام ده مش مظبوط يا هايدي، لان مروان ليه ورثه. ورثه مين؟ مراته. مراته مين؟ حضرتك. ايه؟ يا حبيبي مروان طلق هايدي قبل ما يسافر. ابو طالب بيه مروان طلق هايدي شفوي، كتب لك ورقه انت طالق يا حبيبتي. لكن وهو بيهرب فعلا ما كانش عنده وقت يروح للمأذون ويوثق الكلام ده، وبالتالي انت قدام الحكومه مراته، ولما مات تبقى انت الوريثه الوحيده ليه. وانا كلمت البنك والسفاره في اليونان وخلصت كل الاجراءات معاهم والفلوس جاهزه على التحويل. زغرتي يا كوكي. الله اكبر. والنبي انت ربنا راضي عنك ونيتك صافي. الحمد لله.